السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الفاضلين، بعد الترحيب بحضراتكم ودعوتكم لحضور هذه الحلقة التي تبحث موضوعا مهما قد يكون متصلا بمستقبل الإسلام نفسه، بعد ذلك يسعدنا أن يكون ضيف حلقتنا هذه الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. منذ اللحظات الأولى لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزاحمت عليه الخطوب والمكائد والمؤامرات ومحاولات الإساءة لشخصه بسبب نفاسة ما يحمله ورفعة المبادئ والأحكام والقيم التي جاء بها من عند الله ليخلص البشرية من وعثاء الشرك وكآبة الرذيلة. حصل هذا في مكة من قبل المنافقين وثني العرب، وتكرر المشهد في المدينة من قبل المنافقين واليهود، وما زال الأمر كذلك من بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، حتى وصل الأمر إلى ما نشاهده اليوم من محاولات اعتداء على شخصه الكريم في فرنسا عبر رسومات الغرض منها الحط من شأنه ومن شأن ملياري مسلم يتبعون رسالته الإلهية، وذلك تحت شعار حرية الرأي والتعبير. ظاهرة رهاب الإسلام وما تخلفه من أعمال عدائية ضد مقدسات المسلمين هو ما نبحثه في هذه الحلقة من برنامج مقاصد. تأتيكم التفاصيل بعد لحظات، أهلا بكم. إذن الهجمة من جديد على الإسلام، وهذه المرة على لسان أعلى سلطة سياسية في إحدى كبريات الدول الأوروبية، وأعني بها فرنسا، التي يصر رئيسها على نسب الإرهاب بصورته النمطية إلى الإسلام. دعوني من خلال حضراتكم أرحب بضيف الحلقة الكريم الدكتور مثنى حارث الضاري عبر السكايب من العاصمة الأردنية عمان. الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. أرحب بكم دكتور مثنى. أهلا ومرحبا أخي الكريم، حياكم الله خير. أهلا وسهلا دكتور. حقيقة يعني الذي حصل في فرنسا منذ مدة، يعني على لسان أعلى سلطة سياسية في البلاد، على لسان رئيس البلاد مانويل ماكرون، كان صادما للعالم الإسلامي. يعني هو مصر على ربط الإرهاب بالإسلام، ومصر على سردياته التي تقول بأن الإسلام يعيش في أزمة. نريد أن نبحث مع جنابكم يعني في أي سياق سياسي فكري ثقافي حضاري يمكن وضع هذه التصريحات وهذه المواقف الغربية، والآن على رأسها مواقف الفرنسية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال مهم، ولكن نستطيع أن نضع ما جرى من فرنسا بشكل عام، رئيس فرنسا تحديدا، في كل السياقات الممكنة التي طرحها السؤال من هذا الفكري والسياسي إلا الحضاري، فهي بعيدة عن كل البعد عما يسمى بالمساواة والسياق الحضاري. هذه الاتهامات وهذه الادعاءات المتواصلة المتكررة المتجددة التي تصدر بمناسبة وبدون مناسبة تدل على أن هناك ثلاثة أبعاد أساسية هي القاعدة الفكرية لهذا الموقف السياسي بصورته الحالية، إلا في الخلفية الدينية والخلفية الفكرية والخلفية الثقافية. عندما كان الصراع محتدما وقويا بين الدول المسلمة والدول غير المسلمة في سياق الإسلامية، ثم بعد ذلك في سياق التدافع بين الأمم الحاصل منذ قرون طويلة وهو ظاهرة عالمية معروفة، كان الصراع على أساس ديني. الصراع على أساس ديني كان من الطرف الآخر من حضارة الحروب الصليبية، وعلى الرغم مما يسمى بالحضارة الغربية والغربية والصناعية والشيوعية الديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، فما زالت النزعات الدينية المتشددة تغذي بعض الدوائر، ولا أقول الدول جميعاً أو الشعوب جميعاً، إنما تغذي بعض الدوائر المتنفذة والحاكمة في الأنظمة الغربية التي لا تريد أن ترضى بالأمر الواقع وأن تعرف أن الحالة بينها وبين الشرق كما يقولون، بينها وبين الإسلام، هي حالة تكامل حضاري وليست حالة تدافع وليست حالة صراع كما حاولت أن تروج بعض الدوائر الغربية وتحديداً الدوائر الصهيونية. فإذا الدوافع القديمة هي دينية،
ولكن بحكم التطورات في العالم أخذت طابعا آخر، ألا وهو الطابع الثقافي، وقد تمثل هذا من خلال الهجمات الكبيرة لما يسمى بالاستشراق، وأقصد هنا به الاستشراق المرتبط بالدوائر السياسية والمخابراتية الغربية، وليس الاستشراق القائم على أساس دينية. بدأ الصراع يتحول من صراع ديني إلى صراع ديني مغطى بوجهة نظر استشراقية علمية، وانتقلنا إلى الحالة الثقافية والفكرية. وهذه الحالة تم تجاوز أيضا إلى حد بعيد من خلال تجديد وتهذيب الدوائر الاستشراقية وكثرة المدارس الغربية الدارسة للفكر الإسلامي والإسلام بشكل عام، وبدأت تنضج هذه الدراسات وتتكاثر في الغرب وتفتح الأقسام والكليات المعنية بالدراسات الشرقية والإسلامية تحديدا، ثم انتقال أعداد كبيرة من المسلمين إلى الغرب والعيش في بلاد الغرب نتيجة ظروف متعددة ليس هذا في تفصيلها. حدث نوع من التلاقع، نوع من اللقاء، ما أصبح الإسلام والشرق غريبا على الدوائر الغربية وعلى الشعوب الغربية. ولذلك وجدنا أن كثيرا من الجامعات ومراكز البحث الغربية تنحو منحى دراسة الإسلام دراسة علمية جادة بغض النظر عن الدوائر الأخرى التي تحدثنا عنها وسيأتي الحديث، حتى تكاثرت هذه الدراسات وأصبح الإسلام غير مجهول عند الغربيين، أولا لكثرة هذه الدراسات ومراكز الدراسات والجامعات والطلبة المبتعثين وما إلى ذلك، أيضا شيوع وسائل الإعلام والتواصل الكبير الحاصل في الندوات والمؤتمرات والملتقيات العلمية، فضلا عن معيشة عشرات الملايين من المسلمين في بلاد الغرب الذين وصلنا الآن إلى الجيل الرابع والخامس من أبنائهم، أصبحوا من أبناء البلاد، ولدوا وعاشوا من بعضهم أجدادهم ولدوا في هذه البلاد الغربية، فما أصبح الإسلام غريبا. ولكن يبدو أن هناك ما زالت دوائر غربية تعيش هذا الهم الديني، تعيش هذه الخلفية الثقافية الفكرية القديمة، وتستغل الظروف السياسية الحالية لتحقيق مصالح سياسية أو لتغطية فشل سياسي ما، فتظهر من الخزين، تستدعي من التاريخ بعض الحوادث، بعض القضايا، بعض الأفهام، وتوسع بعض الظواهر، وهكذا نشأت ظواهر عدة، ومن أهمها ظاهرة الإرهاب التي يراد لها أن تكون سمة أو صفة للمسلمين في الغرب فقط دون غيرهم من قاطني الغرب، مع أن هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية، ويكاد يكون ما يسمى بين قوسين والذي يصر الرئيس الفرنسي تسميته بالإرهاب الإسلامي هو أقل أنواع، مع التنا طبعا مع التحفظ على هذه الغرب، أقل الأنواع تصنيفا في الجداول العالمية. فلذلك ما يجري في فرنسا هو توظيف سياسي لخلفيات ثقافية وفكرية من خلال طبقة فكرية وثقافية وإعلامية مهيمنة، ليست بالضرورة تحكي واقع المجتمع الفرنسي أو المجتمع الغربي، وإنما لأنها تمتلك الآلة الإعلامية والآلة التوجيهية والثقافية ولغة المال، فهي توجه الرأي العام والتيار العام في فرنسا من أجل إعادة هذا الصراع المجتمعي داخل المجتمعات الغربية. فإذن الأبعاد كلها مشتركة، ولكن البعد السياسي هو الطاغي ويستخدم الأبعاد الأخرى من وجهة نظر. طيب دكتور، أنت ربطت الموضوع بالتوظيف السياسي لماكرون في الداخل الفرنسي، لكن ثمة ربما تكون مقاربة أخرى، ثمة من يقول كان يمكنه أن يطلق بعض التصريحات التي تجتذب اليمين الفرنسي من دون أن يخلق هذه الفجوة الكبيرة بينه وبالتالي بين فرنسا والعالم الإسلامي برمته. ثمة من يبني على هذه الفرضية ليقول بأن ماكرون ربما يكون صاحب نزعة فردية عنصرية متأصلة في نفسه، أو أنه انعكاس لمزاج فكري وسياسي عام في فرنسا. ماذا تقول في هذه المقاربة؟ لا تناقض، وهي مقاربة موجودة أيضا، ولكن عادة عندما نجمع بين مقاربتين وجهتين نظر ونأخذ وجهة نظر عامة أحسن من وأفضل من تبني وجهة نظر واحدة. أنا أربط بين الأمرين، هناك توجه عام لطبقة، وهذه الطبقة كما قلت بمعزل عن الشعب الفرنسي، بمعنى أنه ليس شعورا فرنسيا وإن ظهر في الإعلام هكذا. هذه الطبقة منها ماكرون، فضلا عن نزعات فردية قد تكون متأصلة فيه، وهذا ما أرجحه، والدليل على ذلك هي طريقة الحديث عن هذا الموضوع، الطريقة المستفزة، الطريقة المباشرة المتكررة، الطريقة التي لا ضوابط فيها ولا حدود ولا مراعاة حتى لمصالح فرنسا نفسها السياسية والاقتصادية. فإذا هناك التقاء فيما يبدو بين وجهتي نظر، بين شعور طبقة ما، مزاج طبقة ما تريد
لحالة العلاقة بينها وبين الإسلام والمسلمين في هذه المرحلة أن تكون في مرحلة شد وجذب. وقد طبق ماكرون هذه النظرية بكل ما يستطيع من قوة. وهنا أعود إلى خلفية قد تعزز موضوع الفردية عن ماكرون، أن الرئيس ماكرون عندما جاء كان مجيئه إلى فرنسا فيه نوع من الغرابة، ما كان مرشحا، ما كان ظاهرا واضحا، موضوع صغر السن، أيضا الظروف المحيطة به، قوة الرئيس السابق له هولندا واحتمالات التجديد له، وإذا فجأة يبعد هولندا من المسرح تماما ويأتي ماكرون. وعندما يأتي ماكرون في مرحلة الصراع اللي كانت موجودة في منطقة الشرق الأوسط ويبدأ بتصعيد هذا الخطاب ووصف كل عملية ما بأنها إرهاب إسلامي، وكأنه جاء به لتنفيذ هذا الدور. وإذا لاحظتم بأنه كثيرا من العمليات التي جرت في بلاد الغرب جرت في تحديدا في فرنسا والبلاد المتحدثة بالفرنسية أو قسم من الفرنسية لبلجيكا وغيرها جرت مع مجيء ماكرون. كانت الأمور هادئة إلى حد بعيد في زمن هولندا في السنوات الأخيرة، تصاعدت، ولذلك هناك علامات استفهام كبيرة على كثير من هذه العمليات التي يقضى على الفاعلين فيها دون القبض عليهم مع إمكانية إلقاء القبض والتحقيق، ولكن كأنه يراد تصعيد الموقف لهدف ما، لسياسة ما. ولذلك ماكرون سياساته وتصريحاته في منطقة الشرق الأوسط، في منطقة القرن الأفريقي، في منطقة وسط أفريقيا، فيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا، في مناطق أخرى، كلها تذهب في اتجاه التجديد والتصعيد، وكأنه يتحدث بلسان اليمين الفرنسي وليس بلسان اليسار الفرنسي. طب هذا دكتور مثنى، هذا عن البعد الفرنسي او البعد الراهن. وفي بدايه حديثك في التعليق على السؤال الاول اشرت الى نقطه مهمه هي البعد التاريخي، لكنك تحدثت بالمجمل. اريد ان نسمع رايك في البعد التاريخي، الى اي مدى هذا الحراك السياسي الفرنسي الان والوقوف على حدود التماس مع الاسلام وهذه المخاشنه للاسلام والمسلمين من قبل السلطه العليا في فرنسا، ما مدى حضور البعد التاريخي، الاحداث التاريخيه بين أوروبا عموما وفرنسا بالتحديد وبين العالم الإسلامي في صناعة المواقف الفرنسية؟ البعد التاريخي والغاطس منه كبير جدا. الآن هذا الغاطس يراد له أن يظهر. إذا رجعنا قليلا وأخذنا عينة في إطار الدراسات الاستشراقية سنكتشف أن الاستشراق الفرنسي يختلف عن باقي المدارس الاستشراقية الغربية في كثرة الشخصيات المعادية للإسلام بوضوح وبشكل سافر جدا، متجاوز لكل المعايير والضوابط العلمية، وتحس بأن الأهداف السياسية والأهداف الأخرى هي التي تدفع بهذا الاتجاه. نعم هذه الظاهرة موجودة في كل أنواع الاستشراق، ولكن بمرور الزمن نجد أن التوجهات الفكرية بدأت ترتد أو تعود إلى العلمية في الغالب مع بقاء دوائر أخرى غير علمية. ولكن في السياق الفرنسي كانت كمية العداء، طريقة التناول، طريقة الانتقاص، التصرفات الفردية، الدخول في تفاصيل خاصة جدا في الإسلام ومحاولة تغليبه على تفاصيل أخرى لتغيير البنية الفكرية والاجتماعية للمجتمعات المسلمة، هذا هو ما ميز الاستشراق الفرنسي. وهذه المدرسة ما زالت مستمرة إلى الآن وأثارها وشواهدها كثيرة جدا. يعني من الأمثلة على ذلك أن كثيرا من المدارس الاستشراقية الغربية تشكو الآن من أنها قد حققت إنجازات كبيرة جدا في مجال معرفة الإسلام المعرفة الحقيقية من خلال الدراسات والبحوث والمؤتمرات والملتقيات والتواصل مع المسلمين في بلاد الغرب، ولكنها تشكو، هذا جرى في ألمانيا، دراسة جرت في ألمانيا، تشكو تحديدا من أن هذا الثقل الكبير العلمي والنجاحات العلمية الكبيرة مهددة بالفشل من قبل طبقة من السياسيين والإعلاميين والأمنيين الذين يحاولون أن يصادموا نتائج هذه الدراسات. وهذه نقطة مهمة جدا تدلل على أن هناك اتجاها ما لإبعاد النتائج العلمية الحقيقية عن السياقات المجتمعية وتحديدا في فرنسا. أضرب مثال، المدرسة التغريبية التي غزت المنطقة العربية في منتصف القرن العشرين الماضي وحتى الآن، رموزها ومدارسها واتجاهاتها وأفكارها وكتبها في الغالب في فرنسا، وما زالت إلى الآن هذا الاتجاه المعادي
المغالي والذي يصل إلى حد الإرهاب الفكري حاضنته الرئيسة في فرنسا، فهذه الحاضنة هي التي تولد الآن هذه التوجهات المتشددة تجاه الإسلام. مثال لويس ماسينيون المستشرق المعروف اللي زار المنطقة العربية وتتلمذ على يد الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله في العراق وما لذلك، ومن أكثر الناس المفروض يكون قربا ومعرفة بالإسلام، وهذا ما تظهره بعض الدراسات ومن خلال بيان علاقته بالعلماء العرب. ولكن ماسينيون هذا الذي المفروض أن يكون أكثر المستشرقين الفرنسيين معرفة بالعرب والمسلمين كان من أكثرهم تصديا لهم ومحاولة لإبعاد كل الأصوات الفكرية الناضجة عن المسار أو الخط الصحيح الذي تريده في عيشها حتى في بلاد الغرب. وقصته مشهورة مع مالك بن نبي رحمه الله المفكر الإسلامي المعروف عندما ذهب إلى فرنسا وأراد أن يدرس في مدرسة الدراسات الشرقية في السوربون لأنه كان توجه فكري حضاري ثقافي إسلامي، فأصر ماسينيون بعد أن استمع له محاضرة في الدفاع عن الإسلام على الحيلولة دون دخوله إلى هذه المدرسة، فاضطر مالك بن نبي للتسجيل في مدرسة اللاسلكي وأصبح مهندس في ذلك بعد ذلك، ولكنه عاد إلى شغفه الفكري وعمل على هذا الموضوع. نقطة أخرى أيضا أخذها من مالك بن نبي، الانتقاص المستمر للإسلام دينا ورسالة ونبيا وشريعة ومسلمين ما زال مستمرا وعلى وتيرة واحدة في بعض الدول الغربية ولا سيما في فرنسا. أحياناً قد تكون الأمور السياسية تغطي على هذا البعد، ولكن الدوائر التي تعمل في هذا الإطار ما زالت على عملها. مثال نفس مالك بن نبي وهو طالب في فرنسا يذكر في مذكرات طالب شاهد على القرن بأنه مرة من المرات قرأ في صحيفة فرنسية انتقاصا للرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ يعني حتى صحيفة فرنسية وانتقاص للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لم أستطع أن أنام تلك الليلة وبقيت أبكي كل الليل وأقول ألا من منتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو الله سبحانه وتعالى ينتصر لنبيه. يقول غلبتني عيني فنمت ثم سقطت عن السرير أحسست بشيء اهتز. يقول عدت للنوم في اليوم الثاني قرأت في الصحف فعرفت أن هناك هزة أرضية اثنين على مقياس ريختر قد حدثت في باريس ولكن لم يشعر بها كثير من الناس، وافقت نفس التوقيت الذي كان يدعو فيه. يقول فقلت هذا الله سبحانه وتعالى استجاب لي. لاحظ في ذلك الوقت ومرحلة الاحتلال الفرنسي والمجازر التي في بلاد المسلمين ولا سيما في الجزائر وتونس والمغرب وغير الصحافة الفرنسية تتخذ من سلاح الانتقاص من الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة لإسناد هذا الاحتلال. أيضا من الوثائق التي تم تداولها هذه الأيام بسبب الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم حملة الرسوم المسيئة وحملة الرد الإسلامي الكبير والمبهر، وثيقة لعدد من علماء ومشايخ ووجهاء بلدة الزبير في جنوب العراق في البصرة في أوائل هذا القرن، يرسلون رسالة طويلة إلى مؤسس جريدة الفتح ورئيس جنات الشبان المسلمين الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله في القاهرة، يناشدونه بتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية ضد فرنسا لانتهاكها لحقوق إخواننا المسلمين في المغرب زائد انتقاصها من الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الخلفية الدينية التاريخية الفكرية لها حضورها الذي كما قلت في جواب السؤال الأول يستدعى ويبرز في أطر كثيرة جدا للتدليل على أن هناك خطرا إسلاميا على الغرب، والمشكلة أولا وأخيرا هي سياسية، خشية الغرب من هذا التمدد الإسلامي الكبير في أوروبا وإحساسهم بأن هناك غزوا إسلاميا لبلادهم وهو غزو موهوم، ولكن هناك دوائر كثيرة تغذيه لمصالح وأهداف كما قلنا سياسي. طيب دكتور مثنى، أنت قلت بأن هناك خوف غربي من التمدد الإسلامي في القارة الغربية، عطفا على ما تفضلت به زد على ذلك أن فرنسا لم تعد وحدها متنمرة على الإسلام ومقدساته، هناك يعني تكاتف واضح من قبل ألمانيا بريطانيا، حتى ترامب قال إنه ضد التطرف والفاشية الإسلامية في تصريح أخير. هل يمكن فهم من هذا الكلام الخوف الغربي من التمدد الإسلامي في الغرب ثم هذه المواقف المتكاتفة ضد مقدسات المسلمين، هل يمكن القول إن هناك ربما قد تكون نذر مواجهة بين المسلمين وبين الغرب خصوصا في ظل انكشاف الإسلام، أقصد انكشافه عدم وجود هيئة حمائية تحمي الإسلام وتدافع عنه؟
المواجهة حاصلة، والدليل ما يحدث في مناطقنا، يعني الأزمات التي مررنا بها من الاحتلال العراقي للآن، وما يجري في بلادنا جميعا في سوريا وفي اليمن وفي غيرها، حتى في بلاد المغرب العربي، حتى في ليبيا الآن الوجود الفرنسي أو الدور الفرنسي دور مؤثر ودور خطير جدا. كل هذا دليل على هناك مواجهة. الغرب يحسب حساب كل أمر، والغرب يعتقد بأن الإسلام قادم بثقافته بفكره بتسامحه بعدله بوسطيته، وأيضا بملايينه المتكاثرة في بلاد الغرب وخاصة الذين ولدوا في الغرب. الآن عندما تشاهد كل مجالات الحياة السياسية الإعلامية الثقافية الاجتماعية الطبية الرياضية، تجد وجودا إسلاميا ظاهرا للمسلمين عرب، المسلمين غير عرب، المسلمين ولدوا في فرنسا ويحملون الجنسية الفرنسية ويحملون باقي الجنسيات الغربية، وهم متمسكون بدينهم حتى وإن لم يؤدوا الفرائض الشرعية ولم يعرفوا أمور دينهم، ولكنهم يعتزون بدينهم وبأسمائهم وبنبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الشعور الطاغي على المسلم إحساسه بهويته ظاهر في بلاد الغرب، وهم يحسبون ألف حساب. إذا أردنا أن ننظر من هذه الزاوية قد نقول أنه من حقهم أن يخافوا على أنفسهم، ولكن ليس من حقهم أن يتوهموا أن هناك خطراً عليهم. أما إذا كان الخطر وانتشار المسلم وتمتعه بحقوق التي يتمتع بها الغربي مع احتفاظه بدينه، ثم بمرور الزمن يصبح أكثرية في البلد، هذا خوف غير مشروع. لماذا؟ لأنه هذا وفق قوانينهم، وفق ديمقراطيتهم، وفق حريتهم المزعومة، وفق مساواتهم المزعومة. ما دام قد أصبح مواطناً غربياً وهو حر في دينه، فموضوع التكاثر وزيادة الولادات وقلة الولادات في الجانب الغربي هذه أمور أخرى، مشاكل داخلية يحلونها بطريقة أخرى من خلال استيعاب هؤلاء وليس من خلال خلق حالة عداء. يعني ممكن استشهد الآن بالفيديو اللي انتشر في بداية أزمة كورونا، عندما ذهب الرئيس الفرنسي إلى إحدى المستشفيات وتحدث مع فريق طبي، وتفاجأ، لاحظوا في وقتها تفاجأ، ظهر على وجه التفاجؤ أن أكثر المتحدثين ليسوا من الفرنسيين أصلا، الفرنسيين أصلا مسلمين عرب ومسلمين غير عرب، وكلهم من أبناء الدولة الفرنسية يحملون الجنسية الفرنسية، بس أنهم يحملون الإقامة الفرنسية ويعملون في الخطوط الأولى للتصدي لهذا الداء والوباء. لما عددهم أكثر من عدد الفرنسيين صليبة الفرنسيين حقيقة. فإذا هناك مواجهة حقيقية قائمة، أما الحماية فغير موجودة، غير موجودة. لماذا؟ لأنه لا توجد المرجعية الحقيقية التي يمكن أن تحمي المواطن المسلم في الغرب، لأنه من باب أولى أنها لا تستطيع أن تحمي المواطن المسلم في بلاده. وهي من الغرب الآن على كل مفاصل الحياة في العالم، الغرب يصنع لنا المشاكل ويصنع لنا الحروب ويصدر لنا الحروب ويتهمنا بتصدير ذلك. فلا نتوقع عنا بأن هناك مرجعية سياسية مسلمة عربية يمكن أن تحمي المسلمين في الغرب. المسلم هو يحمي نفسه أولا من خلال المرجعيات المعنوية غير الرسمية، وهي التي تقوم الآن بالدور الكبير للتصدي لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نرى في المظاهرات الضخمة التي تجري في بلاد العالم، تقوم بها جهات غير رسمية، جهات شعبية. الجهد الشعبي الآن هو الجهد الأبرز المتصدي لهذه الحملة للإساءة للإسلام للرسول صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن مواقف دولة هنا وهناك من الدول العربية والإسلامية، ولكن موقف الرسمي العربي والإسلامي متراجع جدا في هذه المرحلة، ولا ننتظر منه ما يسمى أو ما سميته بالحماية. الحماية هي التمسك أولا بالهوية، ثانيا العمل ضمن القوانين الغربية حتى وإن كانت ظالمة، والتصدي لهذه الحملات بكل الوسائل الممكنة في بلاد الغرب، زائدا الدعم من بلادنا نحن، دعم إخواننا في الغرب بكل ما نستطيع، ولعل الأسلحة التي استخدمت إلى الآن وخاصة السلاح الاقتصادي سلاح مؤثر. والآن انتقلنا من مرحلة النقاش فيها هل هو مجدي أم غير مجدي، التي عانينا منها منذ عقود كثيرة، له مجدي ومجدي ومجدي، والدليل ما يحصل الآن. فرنسا تستنجد من أجل دكتور مثنى، أرجو أن تأذن لي حتى ربما لا نقفز على المحاور، هذا سأبحثه معك بشيء من التفصيل، لكن لو أذنت لنا أن نذهب إلى فاصل قصير حتى نبحث بعده سبل المواجهة أو قبل سبل المواجهة الصيغة الشرعية المناسبة للتعامل مع مثل هذه المواقف من وجهة نظركم، لكن لنا عودة لمتابعة الحديث بعد الفاصل. The
دكتور مثنى، يعني أنت قلت بأن الآن المواجهة حاصلة وفي الأرض الإسلامية، وبما أن الإسلام يعني منكشف، بمعنى أن ليس هناك جهة تمثيلية تقدم الإسلام بصورته الصحيحة تنافح عنه في مواجهة دوائر القرار الغربية، وربما هناك دعوات للانتقام بسبب الإساءة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو الإساءة لمقدسات الإسلام، الصيغة الشرعية الأمثل من وجهة نظركم للتعامل مع مثل هذه النوازل برأيك؟ الصيغة موجودة ليست جديدة، يعني لسنا في وارد البحث الآن عن صيغة. من جانب المسلم هو يتخذ الموقف الشرعي في الدفاع عن دينه وعن رسالته وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا واجبه وهذا ما قامت به الشعوب المسلمة إلى الآن، فقد بادرت إلى القيام بهذا الواجب بدون انتظار لآلية ما واستراتيجية ما أو أمر ما. الشعوب ما زالت مرهفة، حبها للرسول صلى الله عليه وسلم ما زال عامرا في قلوبها، حبها لدينها، بل حالة الاستفزاز المستمرة لدينها ولمعتقداتها ولأبنائها حالة مستمرة، فلذلك بادرت مباشرة، ولعل الحملة الأخيرة في التصدي لظاهرة الرسوم المسيئة وظاهرة تحول الخطاب العدائي من خطاب فئوي طبقي من دوائر معينة إلى خطاب يتبناه المسؤول الأول في فرنسا، جعلت هذه الظاهرة أو ردة الفعل الإسلامية كبيرة جدا ومؤثرة، والحمد لله من خلال سلاح المقاطعة الاقتصادية وغيره من الأسلحة. ولكن أقول بأنه هذا الموضوع، موضوع المرجعية الشرعية أو كيفية التصدي لهذه الظواهر والدفاع عن الإسلام، ليست جديدة، هذه طرحت في سنوات سابقة، وعندما كانت الجاليات المسلمة في بلاد الغرب ما زالت تبحث عن مواطئ أقدام لها وتواجه بحملات عداء وعنصرية. وأرجع قليلا إلى أوائل السبعينات، عقدت ندوات وكتبت كتابات كثيرة وحصلت لقاءات في بلاد الغرب للمسلمين هناك والمراكز الإسلامية، ووضعت آليات معينة لذلك. من أبرز هذه الآليات أنه محاولة التعايش في المجتمع الغربي وعدم بناء حالة عداء واضحة وظاهرة، مع الاحتفاظ بهوية المسلم وعقيدته وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم وقيامه بالعبادات والأحكام الشرعية عامة، فضلا عن التخلق بالأخلاق الإسلامية المعروفة، وأن هذه الدعامة الأساسية لأي استراتيجية لحماية المجتمعات المسلمة الناشئة جديدا في بلاد الغرب. الأمر الثاني، الوعي ب طريقة التعامل مع الغربيين، ولا سيما في الموضوعات التي لها مساس بالجانب العقدي. الأمر الثالث، عدم الاصطدام مع القوانين الغربية القائمة على أساس العلمانية، وهذا الأمر بالنسبة للمسلم يمكن تجاوزه بكل يسر وسهولة، لأن المسلم مأمور أصلا بالتعامل الحسن مع غير المسلم أولا، وثانيا لأننا نؤمن بأنبياء الديانات الطاغية في الغرب وهي اليهودية والمسيحية، ونعد سيدنا موسى وسيدنا عيسى من أنبياء الله ونترضى ونصلي عليهم، وهم الانتقاص منهم هو خروج من الدين ومن الملة عند المسلم بخلاف ما عند المواطن الغربي. فإذا هذه الأصول الأساسية كانت هي القاعدة التي يمكن من خلالها بناء تفاصيل التصدي المناسب. بمرور الزمن لما توسعت الجاليات المسلمة في الغرب، فشت حالة المراكز الإسلامية والمدارس الإسلامية والتجمعات الإسلامية والمخيمات الإسلامية والمكتبات والكتب، بل والجامعات والكليات التي تدرس العلوم الإسلامية. فحالة العلم بالإسلام موجودة في الغرب، لا توجد حالة جهل الآن. كل من يقول بأن هناك حالة جهل من المجتمعات الغربية في الإسلام واهم، قد يكون أفراد تجمعات معينة، أما كحالة عامة العلم بالإسلام ميسور لمن أراد أن يتعلم الإسلام. الذي يحصل أن هناك حالة تجهيل بالإسلام، محاولة لتصوير إسلام آخر غير الإسلام الحقيقي، محاولة لربط الإسلام بموضوع الإرهاب. ولذلك لاحظنا أن الرئيس الفرنسي على خلاف غيره من الرؤساء مباشرة يقول إرهاب إسلامي، إرهاب إسلاموي أو ما إلى ذلك، لا يقول حالة الإرهاب نتوقع بأنه قام بها أفراد مسلمون مثلا أو جهات إسلامية، حتى يبين بأن الحالة خاصة وليست عامة، لا، المقصود هو التعميم. ولعل خطاب المشهور قبل حوالي شهرين عن أن الإسلام في أزمة كان واضح وظاهر جدا، بل هو الذي صعد الأجواء ووتر الأمور،
طريقة الخطاب، المحتويات، المفردات التي استخدمها، تكرار كلمة الإسلام، ثم التحدث عن الإسلام في أزمة في العالم وليس في فرنسا. إذا كان من حقه كرئيس فرنسا أن يتحدث عن مشكلة يتوهمها من الإسلام في فرنسا، فليس من حقه أن يصف هذه الحالة في العالم كله. هذه ظاهرة جديدة تدل على أن هناك محاولة لاستهداف المسلمين في الغرب. فمهما حاول المسلم أن يدافع عن نفسه، إذا كان ينظر له من الجهات الحاكمة، الجهات المؤثرة في البلاد على أنه عدو، لن تستطيع أي وسيلة حمائية أو استراتيجية للتعايش مع بلاد الغرب أن تحميه من ذلك إذا كان مقصودا بحالة الحد. طب دكتور مثنى، هل يمكن أن يكون من وسائل الرد أو من وسائل المواجهة وجود نخبة علمية إسلامية في الغرب تعرف الغربيين بحقائق الإسلام؟ لأن ثمة من يقول بأن منشأ كثير من المواقف العنيفة والخشنة من الغربيين ضد الإسلام ناشئة عن جهل بطبيعة الشريعة الإسلامية، بحقائق الإسلام ذاته. لا هو أنا قلت هذا، لا ليس ذلك، لأنه الآن النخب الفكرية المسلمة الواعية بدينها كثيرة جدا في بلاد الغرب، وللأسف المآسي التي حصلت في ديارنا جعلت كثيرا من مثقفي العالم الإسلامي ومفكريه وكتابه وعلماء يهاجرون إلى بلاد الغرب، لأن هناك مراكز علمية كثيرة في كل أنحاء العالم الغربي تتحدث عن الإسلام وتدرس الإسلام وتبني الإسلام المسلم وغير المسلم، بل أن هناك من القابليات على شرح الإسلام للغربيين أكثر من القابليات الموجودة في بلادنا بحكم التعايش مع الغربي. المشكلة ليست هنا، المشكلة في محاولة جعل هذه الثغرة هي أساس المشكلة. وهناك مشكلة أخرى، عدم قيام بعض المؤسسات الدينية الإسلامية في بلاد الغرب التي قامت على أسس رسمية، بمعنى أن دول أقامتها من مراكز إسلامية ومساجد وغيرها، هي هذه المقصرة، وإلا الجهود العامة كثيرة. هذه ابتعدت عن أهدافها للأسف، في بعض الحالات ابتعدت عن أهدافها الحقيقية ولا تؤدي ما هو مطلوب منها، وأصبحت واجهات فقط لإقامة المناسبات، فضلا للأسف بعضها أصبح منابر لترويج أفكار غير صحيحة عن الإسلام تقوم على أساس التساهل والمرونة ودرء المفاسد وجلب المصالح وإظهار الإسلام الجديد والحديث والمتطور وما إلى ذلك. فإذن أنا أعتقد بأن هذا الأمر، لا، الحالة العلمية عن الإسلام في بلاد الغرب، وأذكر في جوابي على السؤال الأول أو الثاني قلت بأن دراسة غربية في ألمانيا تقول بأنه نجحنا في أن نغير عقلية المواطن الغربي تجاه الإسلام، ولكننا نعاني من الدوائر الإعلامية والسياسية المهيمنة. بل في دراسة في بريطانيا تبين أن الدراسات المكتوبة عن الإسلام تكاد تكون أكثر حتى من الدراسات المكتوبة في بلادنا العربية والمسلمة. أما وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والقنوات الفضائية، أصبح العلم بالإسلام ميسورا. لا أقول كل الغربيين يعرفون، لا، هذا غير متصور، وحد الجهل بالإسلام حتى في بلادنا المسلمة، ولكن من أراد أن يتعرف على الإسلام فلديه المنابر ولديه المنصات ولديه الوسائل ولديه الكتب ولديه المجلات ولديه الأشخاص الذين يلتقي بهم، بل لديه الكليات والجامعات التي يستطيع أن يدرس فيها ما يريد عن الإسلام. فلا أعتقد أن حالة الجهل عائق، وإنما حالة التجهيل هي العائق. والله. طيب دكتور، تحدثت عن قضية المقاطعة، مقاطعة المنتج الفرنسي. سبق أن شاهدنا رسومات مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الدنمارك أو في غير دولة أوروبية، وأشهر سلاح المقاطعة، لكنه اتسم بنوع من الفوضى والعشوائية، لذلك لم يؤتي ثماره كما ينبغي أن يؤتي. في هذا السياق، كيف يمكن استدراك هذه الأخطاء أو هذه السلبيات في هذه القضية بحيث أنه يصار إلى مقاطعة مستديمة ناضجة واعية لا يعتبرها الفوضى والعشوائية؟ هذا أمر متوقع وطبيعي، لأنها كانت الهجمة الأولى والهجمة الأكبر، وأيضا سلاح المقاطعة غير معهود تفعيله في بلادنا العربية والمسلمة بحكم هيمنة الأنظمة السياسية في ذلك الوقت، ولكنه أدى أهدافا كثيرة. الآن الأوضاع تغيرت، حالة الشعوب تغيرت، انتشار وسائل الإعلام كما قلت، الوسائل الفضائية، ثم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي جعلت التواصل بين الشعوب والتجمعات غير الرسمية أكبر، والقدرة على إشاعة الأفكار والدعوات للمقاطعة أمضى.
وايضا كثره هذه البضائع والمنتجات وتنوعها من دول كثيره، بحيث سابقا كانت بعض الدول تهيمن على السوق، مقاطعه اي بضاعه او دوله ما مباشره الانظمه الحاكمه في ذلك الوقت تدخلها في اطار الاضراب بمصالح الدوله. الان الخيارات كثيره ومتوفره، لن تتوقف الحياه اذا قطعنا البضائع الفرنسيه او الالمانيه او الامريكيه او الصينيه او ما الى ذلك. الخيارات موجوده ومتاحه كثيره، هذا عامل مساعد وهذا وسع من هذه الظاهره. الامر الاخر هو الإحساس المسلم الآن بأن هذه الحملة ليست فردية، ليست تصرفاً طائشاً من رسام دنماركي تضامنت مع بعض الجهات وما إلى ذلك، وإنما حملة منظمة يقودها رئيس دولة، وتجد لها صدى في الاتحاد الأوروبي وتضامن، ومحاولة إظهار الإسلام هو المستهدف ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وتعميم المشكلة على كل المسلمين. فإذا هناك إحساس إسلامي بأنه مستهدف ومقصود وليست خطأً فرديا على يعني خارج السياق. الأمر الآخر أنه الآن الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين لا تستطيع منع الناس من التواصل في تنظيم حملاتهم الاقتصادية وحملات المقاطعة الاقتصادية، وهذا هو أحد أسباب انتشار هذه الحملة وتأثيرها الواضح والظاهر على فرنسا. الذي أدعو إليه الآن حتى تكون الحالة دائمية أنه ننشط في نشر ثقافة المقاطعة، نشر فن المقاطعة، ما هي شروطه، ضوابطه، محدداته، طرقه، وأدعو هنا أن يتخصص فيه أشخاص، لأن هذه معركة وهذا سلاح، ولعله السلاح الأمضى في مواجهتنا تجاه الغرب في انتقاصه من رسالتنا وديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا يضمن استمرار هذا السلاح، وأيضا يضمن وجود فئة متخصصة، نخبة متخصصة، طائفة تستطيع أن تتولى هذا الأمر باستمرار، ويكون هذا شغلها. دكتور مثنى، أرجو المعذرة عن المقاطعة، أشرت إلى نقطة مهمة جدا يجب أن نتوقف عندها. أنت قلت بأنه يجب أن يكون هناك خبراء مختصين بشروط المقاطعة وفنونها وإلى آخره، ألا يعكس هذا، وأنا طبعا هنا، ألا يعكس هذا نوع من الإقرار بتثبيت واقع الاستهلاكي للأمة الإسلامية؟ لماذا لا يصار إلى مثلا ترسيخ ثقافة الإنتاج بدلا من ترسيخ ثقافة المقاطعة وفنونها؟ هذا موضوع آخر أخي الكريم، نحن نتحدث الآن عن المقاطعة، أما هذا الحديث ذو شجون طويلة جدا. نعم. وليس من السهل الحديث عنه، الدول ومؤتمرات وندوات واستراتيجيات وإمكانيات وغيرها، لا يراد لأمتنا المسلمة وبلادنا العربية تحديدا أن تقوم على أسس سليمة من النهضة الاقتصادية التي تحقق لها الاكتفاء عن بلاد الغرب. هذه نقطة على رأس السطر ونقطة معلومة جدا، ومع ذلك نحن ندعو إلى تفعيل هذا الأمر. لكن حديثنا الآن عن مواجهة. نعم. الأصل عندما نكون في حالة اكتفاء ذاتي بأنه لا نحتاج الغير، لكن حتى لو كنا في حالة الاكتفاء الذاتي هناك أمور لابد أن يحدث فيها تبادل تجاري من الأمور التي ليست عندك أو لا تستطيع أنت أن تقوم بها، فحالة الحاجة لغيرنا ستبقى موجودة، والدليل أن هو الغرب نفسه الذي ينتج ويصنع، صاحب ثورة صناعية وغيره، يستورد أيضا من بلادنا. وهنا أنا أدعو إلى أيضا المقاطعة الاقتصادية بالطريقة الأخرى، وهي عدم التصدير لبلاد الغرب وإنهاء الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية وغيرها مع بلاد الغرب، وخاصة مع فرنسا الآن مثل ما فعلت باكستان البارحة عندما أنهت عقدا كبيرا مع فرنسا، وهذه نقطة مهمة جدا تسجل لباكستان حكومة وشعبا. فإذا علينا الآن نتحدث عن موضوع المقاطعة. موضوع المقاطعة فيه جوانب كثيرة جدا، يعني مثلا المقاطعة ليست عامة هكذا قائمة تنزل بالبضائع الفرنسية تقاطع، هذا شيء جيد، ولكن هناك بضائع فرنسية مؤثرة في العالم، هناك بضائع غير مؤثرة، هناك مفاصل ما في الصناعة الفرنسية، في الثقافة الفرنسية، في الإنتاج الفرنسي استهدافها أكثر من غيرها سيكون مؤثرا أكثر من غيره. طيب المقاطعة اقتصادية في المواد الاستهلاكية وما إلى ذلك، لكن المقاطعة الإعلامية أين؟ المقاطعة السياسية أين؟ المقاطعة الدبلوماسية؟ المقاطعة الاجتماعية والسياحية؟ المقاطعة حتى الرياضية؟ إذا هناك أسلحة متعددة، أسلحة كثيرة جدا، هم يخلطون كل شيء بالسياسة، الدين يخلطونه بالسياسة، الرياضة يخلطونها بالسياسة. إذا تذكرون الدورات الأولمبية سابقا لما كان الصراع، الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، المقاطعات، العالم الغربي يقاطع بطولة موسكو والعالم الشرقي يقاطع بطولة كذا في الولايات المتحدة الأمريكية، يخلطون كل شيء، ولكن عندما يأتي المسلم ويدافع عن دينه يقولون له لا تخلط كذلك. نعم. فإذا هي
مقاطعة اقتصادية مجدية، وعلى أمل أن تتطور وأن نصل إلى مرحلة نحدث فيها التأثير، لأننا كما قلت أخي العزيز سوق استهلاكي كبير يؤثر بشكل واضح على الصادرات الغربية والشرقية. نعم. إذا ما قطع. طيب دكتور، تركز كثيرا على سلاح المقاطعة، لكن مانويل ماكرون الرئيس الفرنسي حاول أن يقطع الطريق عندما وجه نداء إلى الدول الإسلامية بمنع الشركات التجزئة، بيع التجزئة بمواصلة المقاطعة للبضائع الفرنسية. السؤال هو، قد يتداخل الديني بالسياسي هنا، كيف يمكن التوفيق بين الدور السياسي والدور الديني الذي يمثله ربما الهيئات والمؤسسات وعلماء الشريعة الإسلامية في ترسيخ مبدأ المقاطعة للفرنسيين في هذه المرحلة؟ أولا، موضوع التداخل السياسي بالديني والديني بالسياسي هذه أساسا مقولة غربية. نحن كمسلمين الأمر متداخل، الأمران متداخلان، الدين والسياسة عندنا شقان لحياة المسلم. الدين والدنيا يقوم أو تقوم بها حياة المسلم وقوام المسلم، لا إشكال عندنا في هذا الموضوع. الغرب عندما بسط هيمنته على العوالم الأخرى وعندما نشر أفكاره وثقافته بدأ بخلق ما يسمى بالفصل بين الدين والدنيا، بين الدين والسياسة، وإشاع الأفكار العلمانية في بلادنا جميعا. لذلك يعني نسمع الحديث عن الخلط. الخلط الآن حاصل عند الغربيين، يعني الدولة الجمهورية الفرنسية قائمة على أساس العلمانية، على أساس الفصل بين الدين والدولة، قائمة على أساس ما يسمى بالحرية والمساواة والعدالة. فالخلط منها منتقد أكثر من غيرها، لأننا لا نفصل في هذه الأمور ولا ندعي أن دولنا قائمة على هذا الأساس، ولكنهم يخلطون. عندما أوجعوا بسلاح المقاطعة الاقتصادية بدأ بالتدخل ومناشدة الدول العربية والمسلمة ومناشدة الهيئات الدينية وما إلى ذلك. أين كان هو قبل ذلك عن مناشدة هذه الدول؟ أين كان عن مناشدة الهيئات الدينية؟ لماذا لم يقدر ويوقر ويحترم الهيئات الدينية المسلمة حتى الرسمية منها ويلجأ إليها ويستشيرها فيما يحدث في فرنسا؟ أين كان هو عن الجالية المسلمة في فرنسا والجهات الممثلة للجالية المسلمة في فرنسا؟ أين كان عن استشارتها في كيفية التصدي لهكذا الأمور والخروج بخطاب متوازن لا يؤثر على مصالح فرنسا؟ كل هذا ضربه بعرض الحائط، والآن عندما بدأت المقاطعة الاقتصادية تؤتي ثمارها بدأ يلجأ إلى زعماء الدول العربية والهيئات الدينية. وهنا أقول لا تعويل على الأنظمة السياسية العربية والمسلمة في هذا الموضوع، لأن في إطار منظومة دولية ليست لها اليد الطولة فيها، ولن تقدم على أي خطوات ممكن أن تضر بشكل واضح وظاهر. بعض الدول هنا وهناك تغض النظر، تتعاون بطريقة ما، هي مشكورة على ذلك، ولكن هذا دون الطموح يعني بكثير بكثير بكثير. ولذلك لا نتوقع، وإلا كان ممكن أن تكون هناك نوع من المقاطعة، ليست المقاطعة الدبلوماسية، وإنما على الأقل سياسة الاستدعاء للسفراء الفرنسيين في البلاد العربية والإسلامية لإبداء القلق على أقل تقدير. كل هذا لم يحصل. لما؟ لأنه ليست هناك إرادة عربية ومسلمة في الأنظمة الرسمية للقيام بذلك. يبقى هنا دور الهيئات الدينية. الهيئات الدينية في الغالب الرسمية أمرها محكوم بهذه الدول، ولا تستطيع أن تقدم على شيء يخالف السياسة العامة لهذه الدول إلا النادر منها، وقد كانت هناك مواقف مشرفة ومواقف واضحة أنطلق من خلالها لأقول بأنه يمكن للهيئات الدينية أن تستقل برأيها السياسي في هذا الموضوع. فلنقل السياسي وليس الديني، وأنا أقصد عندما أقول السياسي لأنه لها ثقلها المؤثر في العالم أجمع. وهنا أشيد بموقف شيخ الأزهر المتميز جدا في هذا الموضوع، والذي يدلل على أنه إذا كان على رأس بعض الهيئات الدينية المسلمة شخصيات وازنة، شخصيات علمية كبيرة، شخصيات تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، شخصيات تستطيع أن توازن بين متطلبات دولها ومتطلبات الدين والأمة والمصالح العامة وما إلى ذلك، تستطيع أن تنتج خطابا يمكن أن يردع كثيرا من الجهات. فرضا لو قامت الآن المجامع الإسلامية والهيئات الدينية والإسلامية في العالم أجمع والتقت في مؤتمر وأصدرت وثيقة أو بيان، لم ترعوي فرنسا؟ لم تتأثر فرنسا عندما ترى الجهات الشرعية الرسمية وغير رسمية تتوحد؟ لكن أين هذا؟ هل يحصل؟ لم نرى هذا أبدا. الذي حصل الآن هي تجمعات لهيئات دينية وإسلامية شعبية غير رسمية أخذت على عاتقها التصدي لهذه الظاهرة. فلا نعولن على أي موقف سياسي جامع، ولا نعولن على مواقف دينية رسمية، وإنما
نعول على الله أولا سبحانه وتعالى، ثم على شعوبنا المسلمة، ونشكر من يقوم بعمله ويقوم بواجبه من أصحاب الكلمة والموقف. نعم، طب بدقيقتين دكتور مثنى، يعني أنت لا تعول كثيرا على الأنظمة العربية، الأنظمة الرسمية سواء في العالم الإسلامي أو العالم العربي فيما يتعلق بالشعوب، هل يكفي سلاح المقاطعة أم أن في الجعبة الإسلامية سهام أخرى يمكن استعمالها في للحيلولة دون المساس بمقدسات المسلمين؟ التعويل كبير بعد الله على الشعوب المسلمة، وقد قامت بدورها إلى الآن، تستطيع أن تقوم بأشياء أكثر وأكثر. والمقاطعة الاقتصادية نستطيع أن نقول هو سلاح الوقت، وهو واجب الوقت. المعادلة في العالم الآن هي معادلة سياسية قائمة على أساس مصالح اقتصادية. الصراع الاقتصادي الآن هو الذي يحكم العالم، صراع بين أمريكا والصين، صراع بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، صراع بين الاتحاد الأوروبي والصين وغيره وما إلى ذلك، كلها مصالح اقتصادية لتمكين النفوذ السياسي، أو صراعات سياسية لتمكين النفوذ والاستغلال الاقتصادي. الحروب والصراعات التي كانت تقوم بين الدول الاستعمارية والصراع للبحور، البحار والمضايق وما إلى ذلك، تحول الآن إلى صراع سياسي وصراع نفوذ لفرض هيمنة كل بلد على بلاد أخرى ومحاولة استغلال اقتصادها وثرواتها. والدليل على ذلك أنه العالم مقسم الآن. لماذا العالم كله ساكت عما تفعل مثلا فرنسا في وسط أفريقيا في مالي والنيجر والتشاد وما ذلك؟ لأن حصة فرنسا، مقاطعة فرنسا، ثروات هذه البلاد هي ملك لفرنسا، لذلك تجد فرنسا هي صاحبة اليد الأعلى في التصرف في هذه البلاد وتغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية وإقامة الحملات العسكرية بحجة الإرهاب في هذه البلاد. فإذا سلاح المقاطعة الاقتصادي هو السلاح الأنظر، ولكن كما قلت في جواب سؤال سابق هناك أنواع أخرى من المقاطعة، وهناك مواقف أخرى سياسية ودبلوماسية وثقافية وفكرية وإعلامية واجتماعية ورياضية. كل هذه الجوانب التي الآن هي أساس التعامل بين أبناء العالم بإمكاننا أنه نتخذ فيها مواقف للتصدي لهذا الأمر. يبقى أمر آخر، المصالح الفرنسية في البلاد العربية والبلاد المسلمة. نحن لا ندعو هنا إلى استهداف هذه المصالح. نعم دكتور، هناك إشكال في الصوت، أعتذر منك كثيرا دكتور مثنى حارث الضاري. وفي ختام هذه الحلقة أتوجه إليك بالشكر الجزيل دكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. كل الشكر لكم مشاهدينا الفاضلين، دمتم في حراسة الله تعالى. السلام عليكم.